حدثنا حجاج بن محمد قال قال ليث يعني ابن سعد حدثني بكر يعني ابن عبد الله بن الاشج عن نابل صاحب العباء عن عبد الله بن عمر عن صهيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد الي اشاره وقال لا اعلم الا انه قال اشاره باصبعه حسن هشيم أخبرنا عبد الحميد بن جعفر عن الحسن بن محمد الأنصاري قال: حدثني رجل من أنمري بن قاسط قال: سمعت صهيب بن سيناء يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أصدق امرأة صداقا والله يعلم؟ أنه لا يريد أداءه إليها فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقيا لها يوم يلقاه وهو زائن وأيما رجل دان من رجل دينا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليه فغره بالله واستحل له بالباطل لقيا لها عز وجل يوم يلقاه وهو سارق حَثن وكيع عن حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه ايام حنين بشيء لم يكن يفعله قبل ذلك قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن نبيًا كان في من كان قبلكم أعجبته أمته فقال: لن يروم هؤلاء شيء. فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أحد ثلاث إما أن أسلط عليهم عدوًا من غيرهم فيستبيحهم أو الجوع أو الموت؟ قال فقالوا: أما القتل أو الجوع فلا طاقة لنا به ولكن الموت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات في ثلاث سبعون ألفا قال فقال فأنا أقول الآن اللهم بك أحاول وبك أصول وبك أقاتل حدثنا بهز وحجاج قال ثنى سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من أمر المؤمن إن أمر المؤمن كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكرا كان ذلك له خيرًا وإن أصابته ضراء فصبر كان ذلك له خيرًا. حثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله لم تروه فقالوا وما هو ألم تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسن وزيادة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نودوا ، يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا فقالوا: ألم يثقل موازيننا ويعطينا كتبنا بأيماننا ويدخلنا الجنة وينجينا؟ من النار فيكشف الحجاب قال: فيتجلى الله عز وجل لهم قال: فما أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم ، من النظر إليه. قال: حدثنا عفان من كتابه قال: حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال: ثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس شيئًا لا نفهمه ولا يحدثنا به. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطنتم لي؟ قال قائل: نعم. قال: فإني قد ذكرت نبيًا من الأنبياء أعطي جنودًا من قومه فقال: من يكفئ هؤلاء؟ أو من يقوم لهؤلاء أو كلمة شبيهة بهذه شك سليمان قال فأوحى الله إليه اختر لقومك بين أحد ثلاث إما أن أسلط عليهم عدوًا من غيرهم أو الجوع أو الموت قال فاستشار قومه في ذلك فقالوا أنت نبي الله نكل ذلك إليك فخير لنا قال فقام إلى صلاته قال وكانوا يفزعون يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة قال فصل قال أما عدو من غيرهم فلا أو الجوع فلا ولكن الموت قال فسلط عليهم الموت ثلاثة أيام فمات منهم سبعون ألفا فهمسي الذي ترون أني أقول اللهم يا ربي بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله حدثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة بهذا به. الحديث سواء بهذا به. الكلام كله وبهذا الإسناد ولم يقل فيه كانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة حدثنا عفان من كتابه حدثنا سليمان حدثنا ثابت عن أبن أبي ليلى عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت لامر المؤمن ان امر المؤمن كله له خير ليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر وكان خيرا وان اصابته ضراء صبر وكان خيرا حدثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمه حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ايام حنين يحرك شافتيه بعد صلاه الفجر بشيء لم نكن نراه يفعله فقلنا يا رسول الله ان نراك تفعل شيئا لم تكن تفعله فما هذا الذي تحرك شفتيك؟ قال إن نبيًا في من كان قبلكم أعجبته كثرة أمته فقال: لن يروم هؤلاء شيء. فأوحى الله إليه أن خير أمتك بين أحد ثلاث إما أن نسلط عليهم عدوًا من غيرهم فيستبيحهم أو الجوع وإما أن أرسل عليهم الموت فشاورهم فقالوا: أما العدو فلا طاقة لنا بهم وأما الجوع فلا صبر لنا عليه ولكن الموت فأرسل عليهم الموت فمات منهم. منهم في ثلاثة أيام سبعون ألفا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أقول الآن حيث رأى كثرتهم اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل حثنا عفان أخبرنا حماد أخبرنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تل هذه الآية للذين أحسنوا الحسن وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادم مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون وما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه قال فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر بأعينهم حنا بهز حدثنا حماد بن سلمه اخبرنا زيد بن اسلم ان عمر بن الخطاب قال لصهيب رضي الله عنهما لولا ثلاث خصال فيك لم يكن بك بأس قال: وما هن فوالله ما نراك تعيب شيئًا. قال: اكتناؤك بأبي يحيى وليس لك ولد وادعاؤك إلى النمر بن قاسط وأنت رجل ألكن وأنك لا تمسك المال. قال: أما اكتنائي بأبي يحيى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني بها فلا أدعها حتى ألقاه وأما ادعائي إلى النمير بن قاسط فإني امرؤ منهم ولكن استرضي علي بالأيلة فهذه اللقنة من ذاك وأما المال فهل تراني أنفق إلا في حق